أهلا بكم في هذا اللقاء الذي نقدمه لكم من إدارة أوركسترا أوبرا القاهرة بدار الأوبرا المصرية من القاهرة. يسعدني في هذا اللقاء أن أقدم لكم ضيفي الأستاذ ناير ناجي، وهو مايسترو بدار الأوبرا المصرية. سيعرفنا بنفسه ويحدثنا عن مختلف الأنشطة التي يشرف عليها في هذا المكان. أستاذ ناير، أهلا وسهلا بك. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء مبدئيا. يعني الأقدار لم نلتقي، حضرتك زرت الجزائر قريبا، لم نلتقي في الجزائر، لكن شاءت الأقدار أن نلتقي هنا في مكتب سيادتك. أهلا بك. بداية يعني نريد أن نعرف بشخصكم الكريم إلى جمهور المغرب العربي، وبالخصوص جمهور الجزائر التي زرتها بالطبع وأقمت هناك أو أشرفت على حفلات عدة، يعني ربما المرة الثانية، مرتين أو أكثر. يمكن أكثر من كذا. أكثر من هذا، نعم. فنريد أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أولا، يعني بالجانب اللي هو الإداري والجانب العملي الفني الموسيقي. أنا ناير ناجي، المدير الفني والقائد الأساسي للأوركسترا أوبرا القاهرة. أوركسترا أوبرا القاهرة هي الأوركسترا التي تصاحب الباليهات والأوبرات، ده عملها الأساسي، بخلاف بعض الجالا كونسير خلال الموسم. اتعودت ان انا اجي الجزائر الشقيقة، وانا بحب جدا اسافر الجزائر علشان اقود الاوركسترا السيمفونية الوطنية. وفعلا من عام 2007 انا اللي قدت احتفالات الجزائر كعاصمة الثقافة العربية من سنة 2007، وبعد كده توالت الزيارات، يمكن رحت اكتر من 5 أو 6 مرات كمان. ساعات كنت بروح لوحدي، ساعات كان بيجي معايا بعض السوليستات المغنيين او العازفين من دار الاوبرا المصرية. المرة الاولى اللي رحت كان معايا اكتر من 20 عازف من اوركسترا القاهرة السيمفوني، وعملنا زي شراكة يعني في العروض. كمان كنت مسؤول عن مهرجان الثقافات الثلاث في المغرب من عام 2004 لغاية 2011. رحت كل عام للرباط والسويرة في المغرب، مدينة جميلة جدا، وعرضنا هناك فيستيفال دي تروا كولتور في احتفالات اسمها برينتون دي زاليزي في السويرة. وعلاقتي يعني بالمغرب والجزائر الحقيقة يعني علاقة وطيدة، وببقى سعيد جدا وانا هناك وبشتغل في مجالي هناك. انا درست آلة البيانو، بدأت من وانا عندي 5 سنين، اتخرجت من كونسرفتوار اسكندريه سنه 1988. وبعديها درست اداره الاعمال في فتره، وبعد كده سافرت الى باريس لدراسه قياده الاوركسترا، وخدت دبلوم دي ديريكسيون دوركستر سنه 2001 من ليكول نورمال في باريس. اشتغلت في دار الاوبرا كاكومبانياتور مع مغنيين الاوبرا شيف دو شان من سنة 93 لغاية سفري سنة 99 ل 2001. بعد كده اشتغلت كقائد للأوركسترا في دار الأوبرا لغاية 2011، مسكت البوست دي كمدير فني لأوركسترا الأوبرا والبالي، وأنا فيها لغاية دلوقتي. جميل جدا هذا التواصل طبعا بين مصر وبين دول المغرب العربي، وجميل ايضا اللي هو الاشراف على شيء يعني طبعا مفيد للمجتمع وشيء مثمر بطبيعه الحال. في سياق هذا الحديث عن الموسيقى وعن الفن، ما هي رؤيه الفنان طبعا اذا ما سالنا سياسيا عن رؤيته للوضع الحالي، الوضع الراهن الثقافي الفني بما فيه السياسي ايضا، لان الفنان يهتم بالجانب السياسي. اذا سالنا سياسيا يمكنه ان يجامل، لكن الفنان يكون له حسا مميزا، فما رؤيه الفنان ناجي ناير ناجي للوضع الحالي في مصر يعني من بعد الثوره اللي هي السنتين يعني؟ مش عايز ابان، اولا انا مش بجامل، فمش عايز ابان ان كنت للناحيه الاكستريم الاخر كمان اني متشائم او حاجه، لا ده مش مظبوط. ولكن الوضع الحالي لانتاج الثقافه يهيأ لي انه الأسوأ اللي انا شفته في خلال معيشه في بلدي. بعد الثوره كان في فتره جميله جدا، وكان هي فتره الحلم. أغلبية المصريين كانوا فاكرين إن يوم ما بعد ما الثورة خلصت بيوم إن إحنا
سننطلق. هي بعد 18 يوم. بعد 18 يوم سيتم الانطلاق في الثقافة والاقتصاد والسياسة، لكن طبعا ما حصلش كده. واللي بيحصل حاليا هو استيلاء فصيل واحد على الحياة العامة يعني الاجتماعية العامة، وده طبعا شيء سيء للغاية ولا يرضي أي شخص. دايما في بكلمة أنا بحب جدا أقولها، إن الثقافة هي الصمغ اللي بيرتبط بيه المجتمع، فلو الثقافة ابتدت تبقى ضعيفة المجتمع سيتفكك، وحاليا احنا في حالة تفكك شديد جدا جدا يعني. ولكن برضو من الناحية التانية في نقاط مضيئة كتير جدا. يعني انا افتكر طبعا بعد فترة الثورة ديريكتومو الاوبرا كانت متوقفة طبعا عن العمل، لان طبعا احنا بنبعد 500 متر عن ميدان التحرير يعني لا يزيد عن 500 متر، فطبعا كانت فتره صعبه جدا. الاوبرا كانت فعلا متوقفه عن العروض وكل الحياه متوقفه. رجعنا نستكمل العروض في شهر مارس من 2011، وافتتحنا بباليه بحيره البجع لتشايكوفسكي لاك دو سين. احنا الحقيقه كنا فاكرين ان احنا هنبتدي نرجع العروض، ان احنا هنعرض لنفسينا يعني محدش من الجمهور هيجي، لا سيما ان كان في دبابتين واقفين قدام دار الاوبرا من ناحيه والجيش يعني الموضوع كان طبعا ستريسفول يعني. حطينا باليه بحيره البجع في البروجرام وابتدينا نعمل عنه اعلانات ان الاوبرا تعاود نشاطها الفني لباليه بحيره البجع، وحطينا 7 ليالي. احنا دايما بنعمل 6 ليالي، حطينا 7 ليالي للعرض، وقلنا يعني لو ما جاش حد مش مشكلة، هنبقى ايه يا دوبك يعني الراقصين هيبتدوا يرجعوا والاوركسترا هتبتدي تشتغل ويعني العجلة هتبتدي تدور. فوجئنا بان المسرح مليان على الاخر ارشي كومبلي للـ7 ليالي. وانا مش هنسى ابدا يوم ما دخلت، انا بدخل يعني الاوركسترا بتبقى في الحفره بتبقى في الفوس الاوركسترا، دخلت عشان لازم احيي الجمهور الاول وبعدين التف للمسرح وابتدي اقود، وبصيت وعمري ما شفت مسرح دار الاوبرا المصريه مليان للدرجات. ده بقى بيعبر ايه؟ بيعبر عن عطش الجمهور للفنون الرفيعه حتى في ظل الازمه والمحنه، عدم الاستابيليتي وكده. انا بشوف ان الفنون بعد فترة الثورة وبالذات في الفترة الصعبة جدا اللي احنا فيها دي ليها دور ورسالة مهمة جدا، وتشوف كده في المشاهدين. يعني انت تفتكر انه في ضرب في التحرير او في مشاكل فالجمهور مش بيجي، لا بيجي وعايز. وبقينا بنحس دلوقتي ان الحفلات الفنية دي زي ما تكون يعني هي كانت حاجة متاحة امامك كل حين وانت مش حاسس بوجودها، لكن دلوقتي بقت حاجة مهمة جدا جدا، وزي ما بنقول بنتعلق في أشياء. لو المعنى ده مفهوم، انه احنا فعلا كل فنان وكل مشاهد عايز يجي ويسأل عن بروجرام الأوبرا، احنا عايزين، لان طبعا في خوف من ايقاف كل هذه الحاجات لبعض الافكار المتطرفة. يعني طبعا انا عارف انه في الجزائر عشت فترة صعبة جدا فيها طبعا هذه الانواع من الافكار، طبعا 10 سنوات من الافكار اللي طبعا محدش يرضى عنها يعني. فانا حاسس انه وجود الخوف ده دلوقتي عند المشاهد المصري بيجعله يبحث اكتر واكتر واكتر عن الفنون، وده الشيء الايجابي اللي انا شايفه في ظل فعلا الظروف الصعبة. يعني هو حتى ما قبل هذه المقابلة مع سيادتك يعني رحت لكذا مكان في القاهرة، هو الانطباع اللي كنت جاي به نازل به مصر هو انه طبعا احنا الاعلام شيء خطير، سلاح خطير جدا طبعا. هو الاعلام مختلف القنوات كانت يعني تظهر لغير المصري وحتى المصري البسيط اللي يتابع في عبر القنوات انه هناك ضرب في التحرير، هناك سحل، هناك في كذا محافظة، في عصيان مدني. لكن انا اتيت بفكره انه انا اولا اتيت مباشره من المطار الى ميدان التحرير، فكنت حاب ارفع تحدي انه لا شيء، يعني اعرف طبيعه مصر، طبيعه الشعب المصري، انه شعب من الشعوب الحيه التي مصره على انها تعيش وانها تستطعم او تذوق طعم الحياه.
فالشيء الذي لفت انتباهي وقيدت هذا الانطباع على الفيسبوك وتويتر أصدقائنا الإعلاميين في الجزائر وتونس والمغرب أنه حقيقة الشعب المصري يعرف كيف يصنع الحياة، مش النكتة فقط والضحك، لا حتى الحياة نفسها، أنه لما أشوف مسرح سينما حتى لما كان بلطجية في التحرير البارح، يعني شيء مناوشات خفيفة في نفس الوقت اللي بيع العربية يشتغل، مسرح في عرض الساعة 7 في طلعت حرب، في الهرم ناس سهرة لتوريست في الأهرامات، يعني ففي هذا يعني أنا أقول لك بدون قطع كلامك، يعني أقول لك حاجة طريفة جدا، يعني حضرتك بتقول إنه في الوقت اللي هنا في ضرب ففي الهرم وفي التحرير، لأن أقول لك على أماكن أقرب من بعض بقى. في يوم كنت جاي عملي في الأوبرا، وكان في نوفمبر، من نوفمبر 2011 تقريبا، لما كان في بعض المناوشات عند السفارة الإسرائيلية. السفارة الإسرائيلية كان مكانها بعد كوبري الجامعة مباشرة. أنا كنت واقف بالعربية مزنوق مش عارف أعدي، فالمنظر كان كالآتي: أول الكوبري في مناوشات عند على السفارة الإسرائيلية، في نص الكوبري في فرح، ناس بتتجوز وعمالين يتصوروا مع النيل، وفي الطرف الآخر من الكوبري في ناس قاعدة تصطاد. يعني مفارقات في وقت مش معقول. أنا بقول يعني إحنا عندنا يعني أفكار ما بنشوفهاش في أي حتة، يعني في تنوع غريب، يعني في رصاص وفرح وصور وناس قاعدة بتصطاد ومش حاسة بأي شيء، فده كان على طول موجود، ده على طول موجود، والحياة بتكمل وفي وسط الفترة الصعبة. يعني يعني أستاذ ناير، التخوفات الموجودة حاليا، نحن طبعا في الجزائر يمكن هي الدولة الأكثر شعورا والأكثر اطلاعا على قضية الإسلاميين، يعني دولة لها خبرة سواء السلطة أو الشعب، فهل التخوفات لها تجليات في الواقع، يعني فعلا على الموسيقى، وخصوصا إن شفنا الدكتور محمد مرسي في سبتمبر اللي فات أنه قابل الفنانين، وكان في عادل إمام وفي كذا فنان، يعني فهل التخوفات هذه حقيقية لها يعني موجودة فعلا، ولا هي فقط مجرد هاجس يطارد الشعب المصري عامة؟ هي بتبقى موجودة فعلا.